كيف كان اليوم؟ الفيديو راح يكون عن اعمال يدويه او اشغال. وقبل ما نبلش بالفيديو لا تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب فعل جرس التنبيه حتى يوصلكم كل جديد. ورا نبلش بالفيديو طبعا الفيديو راح يكون راح نعمل اعمال يدويه راح نعمل لوح. بس شغله طبعا راح يكون الفيديو شوي قصير. راح نعمل بس لوح يعني ما راح نعمل شيء ثاني. طبعا انا شوي في اختي امي المعلمه فعندنا طبعا لوح للطباشير بس ما حبينا انه نعمل فيها. قررنا انه نحن نعمل لوح. هلا رحنا رح نصنع لوح. طبعا رح تجيبوا اي ورقه عندكم اياها. ورقه بيضاء رح تجيبوا وحده من هيدول. طبعا شوفوا هدول تجاريد بتستعملوهم للدفات. وهلا طبعا اختي طبعا كمان رح نرجيكم شويه من الاشياء اللي اختي كانت عم تعملهم بالمدرسه. هلا صارت يعني بالرابطه الثالثه رح نلزقها منيح ونرجع لكم. وهلا هيك لزقناها. هلا رح نقص زيادتها ما تنقدروا تشوفوا هيك من هون فيهم. طبعا شوفوا لزقنا من هون اشتغلوا شوفوا هون ما عرفتوا. بقى هلا من هون كمان بدنا نظبطها ونرجع لكم. شوفوا طبعا اختي شو تفش. شوفوا ليك شو. طبعا هذا الورق تبعت التجاليد. شوفوا هيك بيطلع بالاول اللون بعدين بيروح. كتير حلو يعني رسم عليه طبعا بالاقلام تبعون اللوح هدول. وانا قصتني ظبط الاطراف. هلا بس نخلص الفيديو طبعا رح نلعب لعبه معلمه. ورح اقص عم ظبط هيك اللوح وارجع لكم. وهيك يعني طلع اللوح شوفوا كثير حلو معها يعني. وطبعا رح نستعمل اللي محا اكيد ما نستعمل ثاني. شوفوا طبعا بيمحى فرجيهم انه بيمحى. وهذا هو الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم. أجيكم شو اختي بتعمل يعني بالمدرسه. رح نفرجيكم شو رسمه هي بالمدرسه ويلا يعني هي هلا صارت بروضه ثالثه. اي باي. وهلا رح تفرجيكم شو بترسم ويلا. طبعا هي بتدرس انجليزي رحنا انا وآية دارسين فرنسي بس السنه الجاي رح ننقل لفرنسا. طبعا هون رسم هان هي عملته لهذا. طبعا وقعت مني هيدي لهذا. هلا رح نلزق لها اياها. هيدي هي طبعا عاملتها يعني كلها. ظبطناها. وشوفوا هان شو عامله. هان طبعا قايلين انه تعمل هدول مثلا هون يعني هان لونه اورانج. بدها تلونه. هيدا بنحط ايونان هيدا بنحط باللون. وهون كاتبه رقم واحد. وهون كاتبة هيدي كتير حلو. بس كمان مشكلة في كتير يعني كاتبة اسمها. شوف هون معنا حطيت بس رحنا ما حنفرجيكم ياهم كلهم رح نفرجيكم شوي منهم. طبعا يعني هدول بتشوفهم بس تكبر يعني هيك بدلهم ذكرى. هو الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب فعلوا جرس التنبيه حتى يوصلكم كل جديد. وطبعا هلا بس نخلص رح نلعب معلمه هلا دغري. ومع السلامه.